الفنان حسن شيبان من مدينة الريش. ثم يعني بديت الفن ديالي من 1986. كان الاكتشاف ديال واحد الأستاذ الله يذكره بخير، كان ديك الساعة من الأنشطة اللي كيتقاموا في عيد العرش في لوط 3 مارس. هنا بدأت المسيرة بفضل الأستاذ وتشجيعات ديال التلاميذ. حدثنا السي حسن عن المسار الفني وكيف بدأت، كيف البداية ديالك؟ البداية ديال الفنان كتكون أولا من الموهبة، كتبدا من الموهبة، أنك من الصغر ديالك كتبغي الموسيقى، كتصنف الموسيقى. ربما كاع جميع الفنانة أنهم كيصوبوا الآلة من الصغر ديالهم وكيبداو، هنا كتبدا الموهبة، والموهبة غادية وكتكبر، وملي كتكبر الموهبة كتكون فنان، وملي كتكون فنان راه ضروري غادي تقلب على الكلمات وتقلب على الآلات وتقلب على الناس اللي يساعدوك. وكيف استطعت باش تأسس هذه المجموعة ديال الحسن شيبان؟ واش كاين صعوبات في البداية؟ واش كاين من طبيعة الحال كتكون صعوبات، ولكن بهاد الصعوبات كتولي فنان. ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء وبعد تأسيس هذا المسار الفني عموما؟ بعض الصعوبات أن في بعض الأحيان ما كتلقاش، سورتو مثلا نقولوا في الصيف، أنك الخدمة مثلا شي خطرات ما كتجيش حتى لواحد الوقيتة، أنك شي مرات كتجي المجموعة كتلقاها يعني راه خدامة مع شي ناس أخرين، وهنا كتضر أنك تدي مثلا أناس أخرين، هنا فين كتلقى المشكل، لأن ما كاينش واحد الانسجام. كتحاول مع ما استطعت تجاوز بحال هذوك المشاكل اللي كيوقعوا في الحلقة، يمكنش ليك ديك الساعة باش تفكر في مجموعة من قبل وتبقى معاك مستمرة وما يوقعش هذا المشكل هذا؟ فعلا كتكون مستمرة، ولكن ما غاديش تبقى تمنع عليهم العمل ملي يجي العمل، أنه كيسولوني يقول لك واش عندك مثلا شي عمل غدا، أو لا مثلا نهار السبت واش عندك شي. أنا كنقول لهم أودي لحد الآن مازال ما كاينش مثلا، وملي كيشدوا الخدمة ولا كيشدوا العربون عند شي فنان آخر ما يمكنش، أنا كنبغي نحرمهم على ذاك الرزق ديالهم، كنخليهم وكندي فنان آخر، واخا كيكون شوية ديال الصعوبات ولكن كنحاول ما أمكن ننسجم معاه. نسولك السي حسن شيبان، ديما كيطرح هذا السؤال الدين ديالي ديال الوتار والكمانجه، كاين واحد التقارب بينكم وبين الجره هذه، بين زيان والجره. لما كنشوفوا السي حسن شيبان هو من فنان امازيغ، يعني كنشوفوا الفن الامازيغي ما بين سوس وأطلس، كان واحد يعني ما كانش واحد تقارب كيما كان تقارب بين الدار. كنشوفوا دابا حاليا بلطار، كنشوفوا كنرجع كيما كانت باش كتخدموا نتوما. هو كاين السر هو ان اصلا الشكل ديال آلة لوطار هي الآلة باش كتخدم، هي اللي كتقربك لأي تراث ديال شي بلاد. مثلا نقولوا ان حنا ما كنغنيوش داكشي اللي كيغنيو صحاب سوس، وي متفق معك، ولكن مثلا نقولوا ان هناك تقارب بين الأطلس وعبدة مثلا، ان هذا سر التقارب هو اننا الناس ديال الأطلس كيغنيو بالعربية وكيغنيو بالأمازيغية، هنا كيكون شوية ديال التقارب بيننا وبين الناس ديال عبدة. وبغيت نسولك السي حسن على اللوطار، الأصل ديالو فين جا اللوطار؟ إلا كانت عندك واحد فكرة عليه. اللوطار أنه كيقولوا اللوطار بدا في ما يسمى في مدينة شقرن
على حسب الباحثين في نهاية القرن الرابع عشر على يد ما يسمى ببهدة بوين غميسن، وهذا على ما قالوا الباحثين وقالها حتى المرحوم محمد درويشه يعني الله يرحمه. وممكن انه بدا من تما، وممكن انه شي كيقول انه راه بدا من عبده، ولكن من بعد تطور ومشى، لان الفنان اولا كيقلب على الانتعاش، كان بدا بعبده ومن بعد كان الانتعاش في الاطلس المتوسط، مشى وهجروا الفنانات تما وتمنع والثاني تطور. في واقع الفن والفنان الامازيغ عموما كنشوفوا بعض الاكراهات وبعض باش كاين هذا البيراطاج، الاغلبيه باش كانت دابا الكارت ميموار وكاين هادشي، شنا هو دابا البديل عند الفنان؟ شنو البديل باش يبان وباش تقريبا يكون الفن ديالو غادي يكون فيه مستقبل؟ طبيعه هذا سؤال مهم بالنسبه للفنان والفنانين، وديما انا كنقولها وكنوجه نداء ديما يعني لوزاره الثقافه ان ترد الاعتبار للفنان الامازيغي والفنان المغربي بصفه عامه. الا مشينا على هذا الحال 11 سنين ما غاديش نلقاو حتى شي فنان، مادام حنا كنشوفوا واحد الصوره ديال الفنانين اللي من قبل انه كيموتوا في صمت، يحتضرون في صمت. الابداع شكون اللي كيجيب الابداع؟ هو المنافسه. اي المنافسه هي اللي كتجعلك انك تبدع. دابا حاليا البيراطاج، انا كنقول هاد الكلمه هذه، هناك سلسله غذائيه في الغابه، حتى حنا عندنا سلسله فنيه في الساحه الفنيه. الا مشى لنا المنتج كيمشي للفنان، الا مشى الفنان كيمشي التراث ديالنا، لان الفنان هو سفير الثقافه الى بلدان العالم. وبرايك سي الحسن، لماذا هذا التهميش والاقصاء للفنان الامازيغي بالخصوص؟ لان كنشوف الفنان الامازيغي محدود، يعني ما عندوش واحد الجمهور كثير على برا باش يمكن ليه يستطاع باش يمكن باش يدير واحد القناه ديال اليوتيوب باش تكون عنده نسبه ديال المشاهده كثيره. يعني كنشوف الفنان الامازيغي كيدور في واحد المحور يعني ماشي محدود، ما عندوش واحد الفضاء كبير باش يبان فيه وباش يعطي فيه. فعلا انا كنقول اللي كيشوف بعيد غادي يوصل بعيد، واللي كيقلب غادي يوصل. اما باش تجلس يعني وتسنى تجيك الخدمه، سورتو في هذه الوقيته الناس دايرين مناجرات، الناس دايرين سماسيره، يعني ما بقاش تسنى انه انت فنان عندك الجمهور ديالك تجي لك الخدمه. الا ما قلبتيش ما غاديش توصل. تحيه لكم. بس سي حسن، بغيت نسولك، هل يمكن للفن ان يلعب دور في خدمه القضيه الامازيغيه؟ من طبيعه الحال كما قلت ان الفنان هو سفير الثقافه الى بلدان العالم، يعني حتى داخل الوطن ممكن يوصل، واحسن رساله اللي كتوصل في اقرب وقت هو رساله الفنان. وغادي نسولك على التاثير ديال الفن في الواقع السياسي، واش يقدر الفن ياثر في الواقع السياسي؟ كما كيقولوا الفن والرياضه مراه الشعوب، نقدر نقول ان الفن والسياسه مراه الشعوب. تحيه لك. وما حدود هذا التأثير بخصوص الواقع السياسي في المغرب؟ كنظن ان الفن غادي يقول الكلمه ديالو في السياسه. الى غنينا على السياسه ولا وصلنا ميساج للسياسيين، يمكن غادي الفن غيقول الكلمه ديالو في السياسه. وموضوع الساعه، غادي نسولك على الموضوع ديال هذه الساعه. نعم. مهم هذاك الموضوع، مهم هذا موضوع الساعة. أن الساعة تأثرت بزاف على المواطنين، كنتمناو هاد الحكومة تلقى شي حل. واش أنت مع ولا ضد السياسة؟ أنا ما عنديش مشكل كاع ديال هاد الساعة، لأن ما خدامش في الساعة أولا، ولكن هناك تأثير مثلا للناس سورتو الدراري اللي كيقراو مساكين، إلا ما داروش شي حل على
الساعة صعيب شوية بالنسبة للأمهات باش ينوضوا بكري ويديوا الناس وسرتوا هذه الوقيتة باش يبقوا حتى الظلام ويخرجوا ولا يخرجوا في الظلام يمكن هناك تأثير على الناس اللي كيقراو. العودة للمجموعة ديال سي الحسن شيبان واش كاين شي جديد واش سي الحسن شيبان كنتسناو فيه كما معودين عليه كيدير أغاني رائعة جدا اللي عنده واحد الجمهور كثير واش كاين شي جديد عندك سي الحسن شيبان؟ من طبيعة الحال رغم الإكراهات اللي كاينة في الساحة الفنية وكاينة على الفنان لابد من الجديد لابد من الاستمرارية نهار توقف راه غادي توقف يعني ضروري خصك تشوف بعيد وتستمر ويكون تواصل. كاين الجديد السي عزيز وهو انني كنحاول ما امكن انني نوسع الدائره ديال الجمهور. غنيت واحد الاغنيه مع المميمه بالعربيه هي اللي عاد غنيتها وكاين عاوتاني واحد البوم جديد ديال الامازيغيه ان شاء الله دابا نخرجوا ان شاء الله. حدثنا دسي بينك باش تحدثنا على الزياره ديالك الاخيره اللي قمتي بها انت في راوت واش يعني كاين واحد الاقبال الجمهوري ديال السي شيبان تما واش لمستي شي حاجه من الجمهور السوسي في ميدان غناء؟ نعم اولا هذا شرف كبير ليا انني نمثل اللغه الاغنيه الامازيغيه الاطلسيه في قلب سوس والحمد لله حنا اخوان ولقينا واحد الاستجواب لقينا واحد اقبال من الجمهور من الناس المنظمين وهذا يدل على ان الامازيغيين عندهم واحد التلاحم وكنتمنوا ان شاء الله نزيدوا القدام. وانا نسولك على السهره ديال ايموريك دابا الجمهور كيتسناك باش ان شاء الله تدوز ليهم واحد الحصه ديالك انت واش اشنو غادي تقول للجمهور ديال فيبرا عليا اللي كيرحب بك كيرحب بالفنان الحسن شيبان؟ اولا كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديال الجمهور ونرضيهم بالاداء ديالنا ديال الحسن شيبان المتواضع. تحية لك سي حسن شيبان والأخبار المغربية كتحييك. تحية متبادلة وشكرا على الاستضافة سي عزيز. Oh,
والتاسخ وين حب يا للعفاف Yeah.